إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك مع الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الصداقة. الصداقة شيء جميل، وجود أصدقاء مخلصين في حياة كل واحد مننا لدور كبير في الحفاظ على الصحة وتحسين مستواها. الدراسات والإحصائيات الطبية قالت إن الناس اللي ربنا أنعم عليهم بصداقات قوية بيتمتعوا بدعم اجتماعي ونفسي قادر على إنه يمنع أو يقلل بوضوح أخطار صحية كبيرة زي ارتفاع ضغط الدم والاكتئاب وزيادة الوزن بصورة مرضية. وبعض الدراسات أكدت إن كبار السن اللي حياتهم غنية بالصداقات والترابط الاجتماعي من المرجح إنهم يعيشوا فترات أطول من كبار السن اللي عايشين في عزلة أو علاقاتهم الاجتماعية قليلة. العلاقة بين الصداقة والصحة علاقة وثيقة وطيدة. وجود الأصدقاء في حياة الإنسان مننا بيحسن الثقة بالنفس وتقدير الذات. وجود الأصدقاء في حياتك بيقويك على التعايش مع الصدمات وتحملها، ويساعدك على تجاوز الصعاب وضغوط الحياة زي حدوث مرض لا قدر الله، أو حدوث حالة وفاة مثلا لحد عزيز عليك، أو مشاكل في الشغل أو مشاكل أسرية. وجود صديق قريب منك مش بس بيقدم لك الدعم في الشدائد، بيكون جنبك كمان في الأحداث السعيدة ويحتفل معاك بأي حاجة تفرحك أو تسعدك. الرفقة الطيبة ممكن تشجعك على العادات الصحية السليمة زي ممارسة الرياضة والاهتمام بالهوايات البناءة، وممكن كمان يساعدك في البعد عن العادات السيئة زي التدخين مثلا. لو ما عندكش أصدقاء لازم تسعى إن يكون ليك صديق، ولو عندك أصدقاء حاول دايما إنك تكسب أصدقاء جدد، تكون صداقات جديدة، لأن طبيعة الحياة ممكن تبعد عنك ناس بحكم طبيعة عملك أو الانتقال مثلا لمجتمع سكن جديد أو السفر لبلد تانية. فلازم يكون عندك شبكة متنوعة من الأصدقاء والمعارف، مش مهم العدد، المهم هنا هو الكيف مش الكم. المهم الشخص اللي تحس فعلا إنه هيبقى قريب منك في أفراحك وهمومك. وخليك فاكر إن الصداقة أخد وعطى، يعني لازم أنت كمان تكون صديق جيد لأصحابك. اهتم بأصدقائك المقربين، تواصل معهم دايما، تفقد أحوالهم، اسأل عنهم واسمع ليهم. خليك مراية صادقة، مراية صادقة ليهم بالصراحة والإخلاص لما يسألك عن شيء أو يستشيرك في حاجة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. دمتم في صحة وأمان. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. وإلى اللقاء ومعلومة جديدة لصحتك.